وفي الساحة قدام بيت كبير كانوا قاعدين بيحتفلوا، وكبير المنطقة العمدة وهدان كان قاعد بكل شموخ مع ابتسامة على وشه، وهو شايف حفيده اللي بيحبه أكتر من نفسه وهو بيرقص مع الخيل بملامح جذابة رغم صغر سنه. وقدامه عم العريس، وبالرغم إنه أكبر منه لكن اللي بيشوفهم بيعتقد إنهم قريبين من سن بعض. وثواني وقف قدامه الغفير. يا جناب العمدة، أستاذ فيصل مساعد المحافظ حضر هو ومراته وبنته. قام العمدة من مكانه وابتسامة على وشه عشان يستقبلهم، ودياو كان واقف قدام فيصل وزوجته وبنته اللي كانت شايلاها على ايديها. سلم عليه وقال له بعد ما خده بالحضن، نورت يا ابن الغالي، ده نورك يا حاج وهدان، دي جماعتكم ديت يا ولدي؟ أيوة جماعتي عائشة وحفصة بنتي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيها. هي كم سنة يا ولدي؟ عندها 7 سنين يا عمدة، ربي يحفظها والعمر كله ليها بالخير، أمين يا رب يا حاج وهدان. خلص الحاج وهدان كلمته مع فيصل ونادى على البنت اللي بتساعده. يا صفية تعالي يا صفية. نعم يا بالعمدة. خد الهانم ووديها مع باقي جماعتنا، وخلي بالك من الصغيرة واوعاكي تسهي عنيها. حاضر يا بالعمدة ما تقلقش، تعالي معايا يا ست هانم. ابتسمت لها عائشة ومشت معاها لجوه، أما الحاج وهدان خد فيصل وقعد يحكي معاه وشوية وقال له، احنا كده اتفقنا على كل حاجة، انا هروح دلوقت عشان اعرفك على حفيدي واعرفه عليك، عشان نفسي لما يكبر تكون انت قدوة ليه. قدوتي بس يا عمدة؟ ده اللي انت شايفه ده ستر ربنا عز وجل علينا، وان كان في حاجة اتعلمتها او وصلت ليها فده بفضل ربنا عز وجل، ثم ابويا وامي، ثم انت بعد ما راحوا هما الاتنين مني. ما تقولش كده يا ولدي، ده انت ابن الغالي صاحبي وعشرة عمري. الله يبارك فيك يا عمدة يا رب، ده جايج وهرجع لك تاني بإذن الله. اتفضل يا حاج وهدان. راح له الحاج وهدان ووقف بعيد عنه وهو بيشاور لي من بعيد مع ابتسامة حب على وشه، وفي لحظتها اتحرك حمزة من مكانه وهو بيمشي ماشية أكبر من سنه. نعم يا جدي، تعالى يا ولدي عرفك على ابن صاحبي واخويا اللي ما جبتهوش امي رحمة الله عليه. حاضر يا جدي حالا. راح الجد مع ابنه وخلال لحظات كان بيقدمه لفيصل بكل فخر. حمزة ولد ابني الكبير واللي هيحمل الراية من بعدي بإذن الله. بيبوس حمزة ايد جده وبيقوله، بعد الشر عنيك يا جدي، ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب ويديمك لنا في حياتنا، ده احنا ولا حاجة من غيرك. ما شاء الله يا حاج وهدان، يا زين ما ربيت. وانت عندك كم سنة يا حمزة؟ عندي 13 سنة. ده انت مش باين عليك اللهم بارك، تحس كده ان انت 16 ولا 17. حمزة بضحك، لا ما تكبرنيش كده يا عم فيصل، وهو يا ابني ان الواحد يبقى صغير وشكله اكبر من سنه دي حاجة مش حلوة. لا وكمان راجل قد الدنيا زي ما جدك قال بالظبط عليك. ايوة هو راجل من دلوقت، ده تربية يد دول وهيبقى احسن مني كمان بإذن الله. تسلم يا جدي، ده انا اللي بتعلم منيك، ربي يبارك لي فيك يا ولدي. طب استأذنك يا جدي دلوقت عشان تقعد براحتك مع الضيوف. ماشي يا ولدي اتفضل. خرج حمزة من المكان لأنه بيعتبر نفسه إن من مسؤولياته دلوقتي إنه يحافظ على أمنه، خاصة إنه كل دلوقتي مشغول بالفرح. بس وهو خارج من الإسطبل بيتفاجأ بحركة وراه وبيبص لمصدر الصوت وبيلاحظ إن في بنوتة قاعدة على الأرض مش بتتحرك، فراح ناحيتها وبدأ يكلمها. إنتي مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟ ابعد عني، أنا معرفكش، أنا لازم أروح لبابا وماما دلوقتي. كان معتقد إن هي هتخاف منه بس اتفاجئ من ردة فعلها. حاول حمزة ما يخليهاش تتحرك لأن واضح إن رجليها فيها حاجة، وقال لها، اقعدي هنا، هتتحركي ازاي وانت كده؟ دماغك طايرة منك اياك ولا ايه؟ بصراحة يا ده أنا مش فاهمة منك ولا كلمة من كلامك الغريب ده. ويلا امشي من هنا، أنا أروح لبابا. فيها بت انت، ده انت شبر ونص ولو نفخت فيك طيرك. لا انت اللي هتدير وتبعد من هنا، انا عايزه اروح لبابا. طب ابوكي ده اسمه ايه وانا اوديك ليه؟ ملكش دعوه، انا عارف اروح لوحدي، يلا هوينا. شالها حمزه وقال لها، واضح كده ان انت مش عايزه تيجي معايا بالزوج عشان اوديكي. ابعد يلا ونزلني. وكمان يلا، لا ده انت خربتيها. وعند الجد همام اللي كان قاعد مع فيصل
بس بيتفاجئوا بدخول عائشة عليهم وهي بتقول الحقني يا فيصل، مش لاقية حفصة. مش لاقياها؟ مش لاقياها ازاي؟ استهدوا بالله جدي وان شاء الله هنلاقيها. هو حصل ايه بالظبط للصغيرة؟ هي كانت قاعدة معايا وفي حضني، بس صحت من النوم عشان تدخل التويلت وخدتها من صفية عشان توديها، لكن لما لقيتهم اتأخروا رحت أسأل عليهم وما لقيتهمش ولا هي ولا صفية هناك. ازاي يعني؟ وصفية دي راحت فين بالبنت؟ انا هناديها دلوقتي. ما تقلقش يا فيصل. يا صفية يا صفية. ناداها عليها العمدة أكتر من مرة بس ما ردتش عليه، واللي رد عليه هو صاحبتها أنوار اللي كانت بتساعد معاها في البيت. نعم يا حاج، فين صفية يا أنوار؟ معرفش يا بلحاج، هي عملت حاجة ولا ايه؟ تروحي تدوري لي عليها حالا، إن شاء الله تجيبها من تحت الأرض. حاضر يا حاج من عيني. بنتي يا فيصل. بس يا عائشة إن شاء الله هنلاقيها، أبشري خير بإذن الله. يا رب يا رب يا فيصل. كان بيبص ليوم العمدة وهدان بإحراج، لأن دي المرة الأولى اللي يزوروا فيها من بعد جوازهم، ويحصل لهم كده بأن بنته تختفي من جوه بيته. وشوية ودخلت أنوار ومعاها صفية، ولما شافتها عائشة جرت عليها وقالت لها بنتي فين؟ وديتي بنتي فين؟ والله يا هاني ما أنا وجفت معاها لحد ما خلصت ووصلتها لحد باب الأوضة وقلت لها تدخل لك جوه. وما دخلتهاش ليه انتي لحد جوه؟ جت على الخطوة ديت؟ ما عرفتش ترد صفية على الجد وكمل وقال لها روحي يا صفية واستنيني عقبال ما اعرف هعمل ايه معاكي. وبعدها نده الجد على الحراس عشان كل واحد فيهم يروح يدور في اتجاه الصغيرة وعند حمزة اللي كان بيكلم نفسه وبيقول طب اوديك فين دلوقتي؟ اروح بيك لجدي ولا اعمل ايه؟ بس اكيد البيه اللي معاها هيتضايق، لان جدي لما بيعرف حاجة زي كده هيسيبه ويروح يدور على اهلها. طب اعمل ايه؟ خلاص انا اخدها عندي واعالجها في المخبأ بتاعي. كان سرحان لحد ما فاق على صوت الصغيرة. ايه ده يا عم انت؟ موديني فين؟ هوديك عشان اعالجك. طب يلا بسرعة عشان اروح لبابا وماما ولا اخلي وعدك بيتها. فيها بنت انت عاملة لي فيها بلطجية، وانت لسه ما طلعتش من البيضة اياك ولا ايه؟ يابا انت هتلغي كتير. طب يلا وخلصني في اليوم ده اللي معانا بتاخد لبينا. اتحرك بيها حمزة وهو شايط منها لحد ما وصل لمخبأه الخاص على البحيرة، وأول ما وصل قعدها وخلع الجلابية الصعيدي بتاعته وحطها على الأرض وبدأ يقسم فيها عشان يربط بيها رجليها. أما حفصة كانت متابعة اللي بيعمله بكل تركيز واهتمام، وكل اللي كان في قلبها إن هي عاوزة تبعد عنه اتبخرت أول ما شافته خايف عليها بالشكل ده وبيحاول يساعدها. وثواني ولقيت حمزة بيروح يجيب جردل المية وملمن البحيرة ورجع تاني لي بيها. انت كده بتعمل بيه ايه؟ عشانك، عشان اغسل رجليك واربطها لك. طب المية تنضيفة؟ ايوه ما تخافيش، مفيش بهايم بتشرب هنا. ياه بهايم. يا مالك يا بت تظبطي كلامك كده، ومالها البهايم؟ ده فيها نضيف وزي الفل. ايه اللي بتقولي ده؟ انت مين اصلا؟ يلا عاملك تاني البابا. فيها بت انتي، هو انتي فاقدة الذاكرة ولا ايه؟ وكل شوية ماسكهالي من الصبح بابا بابا بابا. ما هو لو كان ابوك بيدور عليكي كان زمانه لقاكي. يعني قصدك ايه؟ ما هو بابا ما يكونش بيدور عليا دلوقتي. لاحظ حمزة نبرتها المختلفة على غير العادة، عشان كده قلبه رق لكلماتها وما قدرش يستحمل نبرتها دي. لا اكيد بيدور عليكي دلوقتي، بس المكان واسع شويتين، وده جايك واخدك عند جدي باذن الله عقبال ما الضيوف اللي هناك يكونوا مشوا. خلاص ان كان كده ماشي. الله صحيح، هو انت اسمك ايه؟ اسمي حفصة. اسمك حفظة؟ حفظة يا بقى ان شاء الله. سلف الله، اسمي حفصة مش حفظة. تعرف ان اول حرف من اسمك على نفس اول حرف من اسمي لو كمان نفس الوزن. يعني ايه نفس الوزن ده؟ بعدين هتعرفي لما تكبري شويتين ان شاء الله. بس انا كبيرة. طب انت في سنة كام؟ انا داخل اولى ابتدائي. وانت؟ انا داخل اولى اعدادي. ياه ده انت اكبر مني يجيب 6 7 سنين كده، يعني المفروض احترمك وقالك يا عمو مش هبهدل فيك في الشكل ده. لا انا مش اكبر منك للدرجاتي، وما تقولي ليش يا عمو اسمي حمزة، بس برضك تكلميني باحترام عشان اكبر منك. والله العظيم انا ما بقيتش اعرف لك حاجة،
حابة تقول انا كبير وحابة تقول انا صغير، ما تستقلك على حاجة اعمل حق انت عشان ما تبلكليش مخ، احسن هو مش ناقص. وعند الجد اللي راح بنفسه يدور على حفص بعد ما عرف ان حفيده هو كمان مش موجود، فراح لمكانه المفضل لان اعتقد ان هما الاتنين موجودين على بعض، بس لما راحوا هناك كلهم اتفاجئوا ان هما مش موجودين وما لهمش اثر. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهارده يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. يا ترى بقى راح فين حمزه هو وحفصه؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه الحلقه الجايه. ما تنسوش بقى يا احلى اخوات، لو عجبتكم قصتنا بنستاذنكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رايكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناه تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلاش باك من حوالي نص ساعة. حاسة رجلك بقت أحسن دلوقتي؟ أيوة الحمد لله أحسن شوية، ممكن نمشي بقى؟ تمام يلا بينا. سندها حمزة وقومها برقة وهو مادد ايده ليها لانه خايف عليها، ومرة واحدة راح رافعها على ايده لانه حاسس ان لسه رجليها بتوجعها ومش هتقدر تمشي عليها. ايه ده تاني؟ تاني وتالت كمان لحد ما تقدري تمشي على رجلك وتكوني زينة. خدها ومشوا هما الاتنين للبيت الكبير بتاع الجد، بس قرر حمزة ان يمشي من الطريق التاني لانه بيبقى منور اكتر بالليل عشان خاطر حفصة. وخلال دقايق وصل حمزة وحفصة لبيت الجد، واستغرب حمزة من هدوء البيت لأنه مهتمش، لأن هو اعتقد إن هما راحوا مع العريس، بس كان اهتمامه بحفصة اللي مسكها وقعدها على الكنبة وقال لها خليكي هنا لحد ما نادي على جدي. حاضر بس ما تتدخلش عليا. بص لها بابتسامة وقال لها من عيون التنين. طلع حمزة للجد وسأل عليه، بس قالوا له إنه مش هنا وانه خرج يدور عليه وعلى بنت فيصل الضيف. وهنا اتفاجئ حمزة من اللي سمعه وحس انه ما تصرفش صح، وبسرعة نزل قعد معاها في انتظار الجد. ومر اكتر من ساعتين كان الجد فيهم قلب الدنيا بحالها عليه هو والبنت، ولما ليل الليل جامد رجع هو وفيصل وعائشة واتصدم اول ما شافوهم هما الاتنين. كان حمزة قاعد على الكنبة جنب حفصة وهو بيأكلها وهي مبتسمة وباين عليهم ان هما الاتنين منسجمين، بس هنا الجد على صوته وقال هو ايه اللي بيحصل هنا؟ انا عاوز اعرف. اما حمزة من مكانه على صوت الجد وراح مبرر له عشان يعرف موقفه. انت جيت يا جدي؟ اقسم لك بالله ان انا ما كنتش اعرف ان هي بنت الاستاذ فيصل، واتمنى ان انت تصدقني. وهنا بصله الجد بصمت ومرضاش يرد عليه. مر اكتر من اسبوع على اليوم ده، وكان حمزة بيشتغل مع جده في الغد طول النهار ويرجع على البيت الكبير بالليل، بس قبل ما بيجي ينام ما بيقدرش يبعد تفكيره عن حفصة، وكل ما بيشغل باله بحاجة بترجع تاني على باله. وفي يوم كان قاعد الجد في البيت مع حمزة وجاله اتصال. اهلا اهلا يا غالي يا ابن الغالي، ازيك يا عمدة عامل ايه؟ بعد اذنك حمزة عندك؟ العمدة باستغراب حمزة؟ اه موجود، وانت عاوز مني ايه؟ قصدي يعني عاوزه في ايه؟ اصل كنت عامل احتفال كده صغير بمناسبة ان حفصة هتلبس الحجاب وهي مصر انها تعزمه. للدرجات يا فيصل، يعني بنتك لسه فاكرة حمزة اصلا؟ ده مر اكتر من اسبوع. كان حمزة قاعد بيسمع واستغرب لما اللي بيتكلم جاب سيرته قدام جده، بس لما سمع اسم حفصة اتغيرت تعبير وشه وركز واخد باله من كل كلمة بتتقال. ايوة ده انا بقول لها تحب مين يحضر معانا في الحفلة، قالت لي في واحد مش عارفة اعزمه عشان هتكسف، ولما قلت لها هو مين قالت لي حمزة. ماشي يا غالي هجيب وجهي طبعا. كان بيتكلم الجد معاه بس سمع صوت طفولي جنب فيصل وبسببه قعد يضحك اكتر. قال لك ايه يا بابا؟ كلمت حفصة؟ طيب بكده ما كلمه. هي بنتك مالها بحمزة يا فيصل؟ دي حاجة قليلة يا عمدة، ده من يوم ما رجعنا وهي عمالة تقول حمزة حمزة حمزة. العمدة وهو بيبص لحمزة شكل فيها قصة جديدة كمان يا فيصل. فهم حمزة مقصد جده واتكسف وبص على الأرض. طب سلام يا فيصل دلوقتي، واستنينا عشان هنيجي بإذن الله.
بص حمزة الجد وكان نفسه يسأله ويستفسر عن كل حاجة، بس عمل نفسه مش مهتم وكمل الجد وقال: حضر نفسك يا حمزة عشان يوم التنين بإذن الله هنسافر القاهرة. بص حمزة بمفاجأة لجده وحس بفرحة جواه، بس هو مش عارف الفرحة دي عشان هيشوفها تاني ولا عشان هيسافر القاهرة لأول مرة. ومرت الأيام لحد ما جه يوم الاتنين واستعد الجد وحمزة اللي كان متحمس وراحوا الحفلة، ووصلوا البيت واستقبلهم فيصل وعائشة ودخلوا عشان يقعدوا، بس أول ما شافته حفصة طلعت تجري عليه وقالت له: حفصة انت جد؟ انت وحشتني اوي. حمزة بإحراج: ازيك يا حفصة؟ مسكت حفصة بإيديه عشان تحركه من مكانه للأوضة اللي مجهزين فيها الحفلة، بس هو شدها منها بكل خجل وتلقائية. حمزة تعالى انا علقك على صحابي. تمام يلا بينا. ووقف معاهم وكان بيتكلم صعيدي، وبسبب هيئته الجميلة البنات كلها كانت ملمومة عليه، وهو ما حبش ده، بس اللي ما كانش حبه أكتر لما لاحظ قرب طفل اسمه شادي من حفصة بشكل كبير، فما عجبهوش الوضع عشان كده وقف وهو حاسس انه متضايق وخرج بره. اما حفصة لاحظت اللي عمله حمزة وهي ما تعرفش سبب ده، وخلال دقيقة كان حمزة بره في الجنينة وخرجت ورا حفصة تدور عليه، فقربت منه اكتر وقالت له: حمزة انت خلقت ليه؟ لف لها حمزة وبص لها بابتسامة وقال لها: على فكرة يا حفصة انا مبسوط ان انتي عوزتي تلبسي الحجاب من السن ده كمان. بجد مبسوط؟ اه مبسوط. طب الحمد لله، تعرف انا مقتنع وحابة اوي ان البسه من دلوقتي، وبابا وماما سألوني واكدوا عليا ان انا لو لبسته مش هلاقيه تاني، وانا قلت موافقة لاني حباه، بس اللي مش عاوزني البسه هو سيدي. حمزة بجدية: شادي؟ شادي مين ده؟ سيدي اللي كان واقف معايا في الحفل. بص لها حمزة بصمت وبعدها اتكلم وقال لها: لا ما تسمعيش كلامه، انتي هتكوني زي القمر بالحجاب. بجد بجد انا هكون زي القمر فيه؟ اتفاجأ من نفسه ان قال لها كده، وبسرعة غير الموضوع وطلع من جيبه الصورة ليها: اتفضلي دي هدية لبس الحجاب. حفصة بانبهار رغم الهدية كانت بسيطة ومعمولة بالايد. ما شاء الله، واو بجد دي حلوة اوي يا حمزة. عجبتك يا حفصة؟ اوي اوي. طب الحمد لله انها عجبتك، اما ادخل بقى نادي على جدي عشان نمشي. ايه ده؟ انت هتمشي دلوقتي؟ حمزة بضحك عشان يلطف الجو: ايوه يا حفصة، اما الفاكرانة هنبات هنا ولا ايه؟ ايوه ايه يعني؟ بات هنا، هديلك اوضة تنام فيها وانا هنام على الكنبة. حمزة بابتسامة على براءتها: احنا لازم نروح النهاردة ومش هقدر اعطل جدي اكتر من جديه. قال لها الكلمتين دولت وبص لها بص غريبة، وبعديها دخل لجوه، وبعد شوية بيطلع باباها وجده وبيسلم على عائشة اللي كانت بتبص له بابتسامة حنان بعد ما عرفت حكايته ان مامته راحت وهو بيبي، وبابا راح بعديها بتلات شهور، واللي تولى تربيته الجد وما قصرش معه في اي حاجة. اتحركوا من مكانهم بس هو ماشي بص ناحيتها بص اخيرة مع تعبير على وشه اول مرة هي تشوفها. ومرت الايام والشهور والسنين لحد ما وصل حمزة لسن 28 وقلبه لسه فاكر حفصة ومش قادر ينساها، بس في خلال السنين ديت اكتسب فيهم القوة والشموخ وبقى شديد اكتر من جده نفسه اللي ربنا لسه مبارك في عمره. وقرر جد العمدة يخلي حمزة يمسك كل املاكه في القاهرة ويدير الشركات هناك. وفي يوم بينزل حمزة من اوضته وهو لابس بدلة عشان يسلم على جده: هتروح النهاردة يا حمزة تمضي الصفقات؟ أيوة يا جدي، الوفد الأجنبي جاي النهاردة بإذن الله، ربنا يوفقك يا ولدي. أمين يا رب يا جدي، دعواتك. مع السلامة يا جدي بعد إذنك. سافر حمزة ووصل بعربيته لحد الشركة واتجه ناحية المكتب بتاعه عشان يخلص بعض الأوراق قبل وصول الوفد. وفي مكان تاني خارج البلاد: وعزيزتي حفصة، كمان انت جميلة، انت أجمل يا سارة، هل سترتدين اليوم الشيء الذي يدعى نقاب؟ أيوة هلبسه النهاردة باقتناع، اقتداء بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بالتوفيق عزيزتي، فأنا متأكدة أنك ستكونين جميلة في كل شيء. حفصة بابتسامة: شكرا لك يا صديقتي الغالية. حضنت حفصة سارة، وبعد كده في ثواني دخلت صاحبتهم التالتة: هل انتهيتن يا فتيات؟ أيوة احنا خلصنا، هلبس بس النقاب، ستكونين رائعة فيه، مستنية أشوفك. متشكرة لك يا صديقتي انت كمان.
على تشجيعكم ليا. ايه ولبست حفصة النقاب وخرجت بيه ليهم، اما هما جروا عليها وحضنوها وما كانوش قادرين يتملكوا كلهم اللي بينزل على خدهم. وبعديها بشوية راحوا المطار، وخلال ساعات كانوا في مصر، وفعلا اتحركوا وراحوا كلهم على الشركة بتاعت سارة. اسبوني انتوا يا بنات وانا هشتري حاجة وجاي وراكم. مشوا البنات على الشركة عشان يدخلوا فيها، وفي نفس الشركة كان قاعد حمزة وهو بيظبط الورق، وساعتها خبط عليه السكرتير. حمزة باشا، الوفد الأجنبي وصل. تمام، روح انت ونادي على ابن عمي أنس وخليه يجيلي على قاعة الاجتماعات. تمام يا باشا. بدأ الاجتماع وحفصة لسه ما جاتش، وبدأت تولين هي ونوران ان هما يقلقوا عليها، بس في ثواني اتفتح الباب ودخلت حفصة. وما كانش واخد باله حمزة، بس اول ما بصلها حس بدقات غريبة في قلبه.